What we do here is go زارو شو؟ أخيرا بعد طول انتظار أحي بارت 2 يا شباب. ما البارت؟ لا منو البارت 2 حقيقة، هاي البارت 1. بموت من الضحك انه هاي اللي وصيت عليها قبل لك التيشيرتات واجوا بعدهم بشي اسبوعين. ليش؟ ليش؟ ما حدا بيعرف. انا بقلكم ليش، لانه لود فولت جماعة نور، يعني تبعت عندهم اوردر بدل ما شو لك هي اول نهار تاني نهار بيقول لك wait 5 to 7 days، 7 days بيصيروا week، الweek بيصيروا 2 weeks، ال 2 weeks صاروا 3 weeks لبعتون. المهم هدال وصلت عليهم 22 ايار 22 ماي، نحن هلا قد ايه يا شطار 28 جون، يعني لازم لهم شهر ويوم وشهر واكثر، شهر واسبوع يعني لوصلوا. يكثر خيرهم انه بيبيعوك تيشرتات رخاص وغير الشيء بيقرفوك حياتك لحيت ما تجيبهم. واليوم أدمنوا شوب مع حسوبكم حامل معه منشفة حتى ينشف عرقه يا زرعي. هلأ إذا هيدي عصرته وحطيت كبية بصير معكم عرق امتلت بلدي أصيل طروبلسي عكوري، يعني إنه بتشربوا من هون كب قلبه كبريتي بيفقع، خد لك كبعة بتقع على أرضك ميت. المهم سني عم نشف العرق حتى هون، إنه هون تعالوا نشوف. هلأ فينا نفتحه من هون وانتبعت هون في الزاي برجع بالشوف إذا تحت الزيقة شو بده يصير، مثل حيث حدا فتحه او شي شغلة. اه شكله في ان على كل حال ما حعذب حالي، نرجع نروح على الباكمان مرة تانية. ليك اليوم انفتح مثل العالم والناس والبشر. هلا قال ما نطلع فيها، هالمرة كلفتني 11 دولار توصيل، هذيك المرة كلفتني 20، المفروض فيها هيدي 3 تيشيرت، اوكي؟ المفروض قد ايه يا شطار؟ 3 1 2 3 1 2 3 ويندوز 3 1 2 3 ايتشي كذا بالياباني. المهم ما نطلع تيشيرت 2 ما بعرف، هات لنشوف. المهم والله يا شباب جايين 2 تيشيرتس، ما بعتوا الثالثة. اول شيء هم ما شيء خلينا رايين، ما بدي اعصب كثير. هي اول تيشرت حمراء، دائما الانسان ما بيكون عنده تيشرتات حمر كفايه بهالحياه. المهم بعتقد خدتوا فكره مين محطوط عليها. تاكوز تاكوز ديدبول، هات لنشوف. مارفل 3 اكس لارج عليها ديربو، حلو يا حبيته. سلاش نوعا ما انا عارف انه هيك بدها تكون القصة. هي ما في الا الدستني، ها كان المفروض يكون في جيرز فور ما اجت. ما لاحظت بكثير اللي صار صار. المهم هيدي التيشيرت الثانية تبعتي مكتوب عليها دستني، محطوطين الهانتر التايتن والورلوك عليها. بعتقد هذه التيشيرت المفضلة عندي، انا عم اقول لك كانت خفيفة وطلع لهون طلع منهم بيعطي لي. كذيك المرة صارت ما بعتوا لي الميجا مان، وهالمرة ما بعتوا لي الجيرز اوف وور. نطلع بقلب الكيس بلكي مخبيينها جوا بشيرني. لا والله ما انهم مخبيينها، ما بعرف. هلا حسب ما صار، هلا مو بصير تشارك فيه، بس انا نصيحة نصيحة للكل، أنا لوت فولت بتعامل معهم لأنه صاروا مرتين قرطوني بالميجا مان وقرطوني بالجيرز اوف فور. هلا الميجا مان ردوا لي المصاري، جيرز اوف فور ما حكيوا شيء، ما قالوا لي إنه ميسينج شيبمنت. هلا بدي أقعد فوت على الإنترنت وتابع القصة، بس على اللي وصلت لي هذي أنا كان بدي الدستني شيرت جاي على بالي جيبها. بس عن جد باد سيرفيس، أنا كتير مستاء من القصة وبأكدكم بقى اشتري من عنده لأنه ماني مضطر بالمرة. هلأ الشهر الجاي عن اللوت أنيمي كريت نعمل لها انبوكسينج، وهذا هي اللي هتلقى الفكرة. على كل حال هذا كانت اللوت وير تبعنا هذا الشهر،
2 تي شيرتس كان المفروض 3. يلا اللي صار صار، شوفكم بالفيديو الجاي، يلا باي.